من أخذها؟ أنا أحبها كثيرا. لقد رأيت ديك يلعب بها مع عصفورة في أحد الممرات. ماذا؟ كيف يجرؤ على أخذها دون علمي؟ هل من المعقول أن ديك هو من أخذ لعبتي دون إذني؟ سأعاقبه بشدة لو ثبت ذلك، ولن أكلمه أبدا. صباح الخير يا عزيزي حمور. أين لعبتي يا ديك؟ ماذا؟ أية لعبة؟ لا أدري عما تتكلم. وتنكر أيضاً؟ لقد نجحت الخطة. لا أحد يراقبني، سأخبئها هنا وأذهب للنوم. إنها لعبة حمور المفقودة، وعرور يخبئها داخل الشجرة. سأخبر حمور عن مكانها. حمور، خذ اللعبة وضع بدلها خلية النحل. هيا بسرعة. هذه لعبتي عادت لي. لقد ظلمتك يا صديقي العزيز. لا بأس عليك، لا بأس. يبدو أن هارون قد ذهب ليلعب باللعبة سراً. نعم، سيلعب حتى يتورم. أنتجت، ساعدوني، من وضع خلية النحل داخل الشجرة؟ ساعدوني. أرأيتم يا أصدقائي، هذه إحدى عواقب الكذب. لا تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.